انطلاقاتنا مستمرة شوطنا يلي إلى آخر. أيها المتابعون الكرام، ينطلق شوطنا السادس عشر الخاص بالحقائق القعدان بانطلاقة موفقة وسليمة ضمن جهود الرجال العامل على أرضية هذا الميدان، اللجنة المنظمة على أرضية ميدان الشحنين، الذين دائما يظهرون بهذا التنظيم المميز يعودون عليه أبناء ورجالات هذا الميدان، ميدان الشحنية جوهرة ميدان السباق. شوطنا ينطلق ومقدمة الشوط المركز الأول مع حاضر عبد الله بن سعيد بن محمد الرومي المري على المركز الأول. المركز الثاني نتابع ملهم لناصر بن مسفر بن حمد الشهواني الهاجري. المركز الثالث الوعب قادما ومتسلل إلى المركز الثاني عبد الله بن حمد بن ناصر آل سالمين السويدي قادما يتسلل إلى المركز الثاني. المركز الرابع نتابع القدوم من غنام محمد بن سعيد آل بو سعيد الخيارين، يقدم لنا غنام وانطلاقاته على المركز الرابع. المركز الخامس حضور في هذه اللحظات أيها المتابعون الكرام من قبل العاصوف حمود بن سلطان بن سويدان المالكي قادما على المركز الخامس. هكذا النتيجة الخمس المراكز الأولى الباحث عن الناموس الغالي، الباحث عن الناموس المشرف، عودة إلى مقدمة الشوط، إلى المدرج الأول، إلى المركز الأول، إلى حامل الرقم واحد. حاضر حاضر، والرومي يقول انا حاضر حاضر في هذا المساء بهذا الاداء المميز على المركز الاول وعلى الصدارة الاولى. عبد الله بن سعيد بن محمد الرومي المري ينطلق على البداية، بينما راعي بلش حاضر في هذه الاثناء يحضر جابر بن سالم الجربوعي المري مع العابر، يقدم لنا العابر على المركز الثاني. المركز الثالث الخيارين قادم مع الوعب او شعار السويدي، هذا عفوا عبد الله بن حمد بن ناصر آل سالمين السويدي، يقدم لنا حضور وانطلاق الوعب. المركز الرابع من الجانب الايمن يحضر هناك حامل الرقم 6 السيل لعبد الله بن راشد بن علي المري. خامسا ايها المتابعون الكرام، بدات الاسماء بالوصول، بدات الحقائق تنكشف في هذه اللحظات، وبدات الحقائق توصل، بدات تقترب. الحاضر ملهم ناصر بن مسبر بن حمد الشهواني الهاجري، ولكن عوده الى مقدمه الشوط، عوده الى المركز الاول الى بن جبران. اليوم مساء عليل، مساء جميل، بن جبران ينطلق بأداء مميز، بدأ بالفنون، بدأ يحضر لنا بالنوعيات المميزة. انطلق العابر جابر بن سالم الجربوع المري احدى نجوم هذا الشعار، يحضر على المركز الاول. العابر عبر وبن جبران حضر، الله 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 الله، انطلق على البداية الحضور دير لي بال، وصلت الاسماء، ارى شعارات قادمة قادمة لمحالة. الحاضر السيل عبد الله بن راشد الشهري المري والزعبي قادم من واقع هذا الشعار، نعم معزم علي بن حزام راشد الزعبي بدأ بالحضور، يقدم المعزم ايضا كذلك، اول نزل القاضي جابر بن سالم بن سعيد الجربوع المري وحضور من الجانب الايمن. انطلقت صواب علي بن محمد بن زيد بن اندالة، ولكن وين العابر؟ وين وين بن جبران؟ وين عصاب بطانه يرقص طرب بأداء ممتاز ما شاء الله عليه جابر بن سالم الجربوع المري بن جبران، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بدأ بالإقلاع، بدأ بالمغادرة، غادر الجميع، غادر الجميع بأداء مميز. العابر العابر العابر، الله يا سلام يا سلام يا سلام، مساك جميل، اسعد الله مساك يا بن جبران. من هذه اللحظات ازف التهاني والتبريكات لمالك هذا الشعار جابر بن سالم بن جبران المري، بطل هذا
شوط، ما شاء الله عليه، قدم لنا بلشة والعابر هنا ينطلق في هذه اللحظات بأداء مميز. جابر بن سالم الجربوحي المري 3 نقاط بالفعل، الهاتريك الهاتريك، سلام يا بن جبران سلام على هذا الفوز. المركز الثاني شعار السيل عبد الله بن راشد بن علي نشير المري، المركز الثالث فاعوس لعلي بن محمد الزعبي، المركز الرابع شعار معزم علي بن حزام راشد عند الزعبي، المركز الخامس، المركز الخامس الباهر زايد بن مجدل بن عواض العتيبي ثاني والناموس يرى العابر جابر بن سالم جربوع المري على هذا الفوز والانتصار كما تشاهدون هذا ملخص شوطه وانتزاع لهذا الشوط مع من خلاله هو البطل لهذا الشوط. توقيت الزمن 6:06:65 من الثانية تاني والناموس يرى العابر جابر بن سالم جربوع المري، المركز الثاني السيل عبد الله بن راشد انشير المري 6:10:63 المركز الثالث، المركز الثالث فاعوس علي بن محمد الزعبي. توقيت الزمن 6:11:13 من الثانية تاني والناموس لجميع الفائزين.